موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجواء صيفية تبقى تميز ظاهرة اليوم بحول الله كافة المناطق الشمالية وحتى الجنوبية. ستتشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة خلال أواخر الظهيرة نحو منطقة الأوراس. أجواء مغشاة جزئيا جنوبا بمنطقة الثورة صافية بتندوف بشمال الصحراء والواحات، وتبقى خلايا رعدية موسمية تخص مناطق أقصى الجنوب، هذه المرة تمتد لغاية الصحراء الوسطى منطقتين هوغار وتسيلي لغاية أقصى الجنوب الشرقي، قد تكون مرفوقة ببعض الأمطار المحلية خاصة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي. الحرارة القصوى خلال ظهيرة اليوم تقارب المعدل الفصلي مقاييس ما بين 28 إلى 33 درجة، هذا على السواحل، ما بين 33 إلى 34 درجة بالهضاب العليا، 35 درجة بتيزي وزو، 33 درجة أيضا بقسنطينة، بينما ترتفع بغرب البلاد لتقارب 43 درجة كعلى مقياس بغليزان بمعسكر وشلف، 37 درجة بتلمسان، نفس المقياس جنوبا بطمنراس، 39 درجة بجانت، بينما ستفوق 40 درجة من شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب في حدود 46 درجة كعلى مقياس بالصحراء الوسطى. الحرارة خلال ليلة اليوم ستتراوح ما بين 17 إلى 20 درجة على أغلب المناطق الشمالية، دائما أعلى مقياس سيسجل بغليزان ومعسكر ب 23 درجة جنوبا، 23 درجة أيضا بتمنراس، 27 درجة بالجنوب الشرقي لغاية شمال الصحراء، 28 درجة بالجنوب الغربي، وما بين 31 إلى 33 درجة من أقصى الجنوب لغاية الصحراء الوسطى. فيما يخص حالة البحر لظهيرة اليوم بإذن الله حتى خلال الليل سيكون من جميل إلى قليل الاضطراب، الرياح تكون ضعيفة لكن أحيانا ستصبح معتدلة بسواحل الوسطى ضمن التيارات الشرقية تماما، شمالية غربية بسواحل الشرقية ومتغيرة الاتجاهات بسواحل الغربية. أما عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 8 مساء و10 دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وتابعوا.